على طول في اتجاه اللاعب بودولسكي تايجر اللي اتحرك حلو قوي. واول اهداف اللقاء للمنتخب الالماني، اول اهداف اللقاء للمنتخب الالماني. الفرصه لما تاتي وتاتي لمن؟ تاتي للاعب لا يضيع ابدا مثل هذه الكرات. ادي امامنا الهدف الاول في هذه المباراه، فرصه المنتخب الالماني نحو التقدم تاتي، وبالفعل المنتخب الالماني يسجل. ادي امامنا السعاده من جانب اللاعب، اللمسه، شوف اللمسه، شوف اللمسه، شوف اللمسه، شوف اللاعب اللي متمركز هنا، شوف لون اتحرك. لكن اوزيل بهدوء يحسد عليه امامنا هنا في هذه اللقطه، نجم ريال مدريد يسجل هدفه الدولي الخامس مع المنتخب الالماني، والهدف الثالث ليه. وادي كلوز هنا في مسار الكوره، شوف الاعاده، شوف امامنا هنا اللاعب اوزيل، وشوف اللاعب كلوز. تلقى حلوه من جانب المنتخب الالماني اوزيل، اوزيل تبادل كرة حلوه قوي، اوزيل يعدي، والهدف، الهدف الجميل، الهدف الجميل لاوزيل. شوف امامنا اوزيل، شوف اوزيل، يعني البوسكي لسه بيقول ان اوزيل يعد لاعب رائع، مدرب المنتخب الاسباني. ادي امامنا اوزيل يمر بسهوله، يختلط بسهوله دفاع المنتخب النمساوي، شيمر وبوجيتانس امامنا. ادي امامنا هنا 2 لا شيء للمنتخب الالماني، ورصيد النقاط 24 نقطه للمنتخب الالماني في امم اوروبا 2012. المنتخب الالماني يتاهل رسميا بعد هذا الهدف. ادي امامنا المرور الرائع وخروج الحارس جراتسي امامنا، ولكن شوف اوزيل، شوف اوزيل، شوف اوزيل، شوف هنا، شوف كلوز، شوف كلوز عملها ازاي، سباله والراجل مكمل حلو قوي. وطبعا هنا اللاعب مدافع، وعادي امامنا الانطلاقات، شوف امامنا اللاعب ارت توكر، العرضه حلوه قوي، الهدف الجميل. يا بودولسكي، يا بودولسكي، المنتخب الالماني يتلاعب بالمنتخب النمساوي. وادي امامنا هنا بودولسكي، يا على بودولسكي، يا على بودولسكي امامنا هنا، لم ينجح عندما انتقل لنادي بايرن ميونخ، عاد الى كولن مره ثانيه. امامنا هو اللاعب لوكاس بودولسكي، لوكاس بودولسكي يسجل هدف جميل في الدقيقة 28. يبدو ان احنا بنتجه نحو نتيجة يعني تاريخية للمنتخب الألماني. يا سعادتك يا يوجي، يوجي طبعا سعيد، أمامنا هو يوكيم لوف سعيد بهذه النتيجة مع هذه التحركات، ومع منتخب نمساوي يعني لم يأتي من فيينا، لم يأتي حتى هذه اللحظة. ألمانيا الودية القادمة، هنا أمامنا الكرة العرضية، ضربة راس وهدف للاعب أرناوتوفيتش، أرناوتوفيتش، أرناوتوفيتش أمامنا، اللاعب اللي يلعب في الدوري الألماني في فيردر بريمن. أرناوتوفيتش يسجل هدف حفظ ماء الوجه في الشوط الأول، ومانويل نوير في هذه اللقطة يعني لا يستطيع أن يفعل شيء. تحدثنا عن قلة خبرة هاملز، وطبعا هاملز في الدفاع الألماني. أدي أمامنا التحرك، شوف التحرك الجميل هنا، كرة ملعوبة من جانب المنتخب النمساوي. أدي أمامنا أكرم داج، وشوف اللاعب أرناوتوفيتش هو يسبق هنا، وكان تحرك متأخر جدا من جانب بعد شتوبر. أدي الكرة من جانب اللاعب رقم 17 كلاين، شوف كلاين اللي بيكمل من العمق كصانع العاب المنتخب الألماني في انطلاقة. وأدي أمامنا المحاولة وانطلاقة اللاعب وزيل على القدم اليسرى، خبر أبيض عارف كريستيان جراتسي أمامنا، هاتريك، هاتريك، هاتريك. أدي أمامنا أوزيل هاتريك يسجل في الدقيقة الثانية من أحداث الشوط الثاني، دفاع النمساوي وحارس مرمى النمسا، ده النمسا دي جابت حراس مرمى كوتزيليا، وجابوا يعني حراس كبار زي بانيجر وزي حتى ماتشو اللي كان في أمم أوروبا. لكن النهاردة الحارس كريستيان جراتسي، حارس مرمى ستورم جراتس، يعني شوف، شوف الكورة، شوف الكورة، شوف الفرصة، شوف الكورة بادية منين، شوف السرعة الألمانية، وادي التمريرة، يا سلام على التمريرة، يا سلام على التمريرة، ولمسة وانطلاقة. ادي أمامنا الماكينات الألمانية، شوف اللمسة وشوف الانطلاقة هنا في هذه اللقطة، وكرة جميلة جدا في غياب سامي خضيرة، في غياب سفان بندر، والمنتخب النمساوي، يا سلام على الكورة. ادي أمامنا المنتخب النمساوي فرصة وتسجيل هدف عن طريق اللاعب مارتن هارنك امامنا. مباراة، مباراة مفتوحة، الدفاع الالماني النهاردة برضو عليه تحفظات كتيرة. ادي مارتن هارنك اهو امامنا، لاعب فريق شوتجر يخطف كرة، الدفاع الالماني ماتس هاملز وباد شتوبر، شوف الكرة، شوف الكرة اتعملت ازاي، شوف الكرة اتعملت ازاي. ادي الكرة ملعوبة حلوة، حلوة قوي للاعب امامنا اهو اللي بيسجل هدفه الدولي السادس امامنا في هذه اللقطة، مارتن هارنك من ضمن تشكيلة المنتخب النمساوي في امم اوروبا. ادي مارتن هارنك امامنا اهو سد كرة في يعني غفله دفاعيه. ادي الدفاع الالماني النهارده، هارنك بيسجل في الدير ميلر، هات وخد الجميل، مولر صلحت له،
يصعب المهمة ويجعل الأمور ما هي خلاص 5-2 واحدة من النتائج الصعبة جدا في تاريخ اللقاءات الفريدة. أعتقد كرسي بيستعد، جورلي في الدقيقة 84 سجل في البرازيل جورلي ولهدفه الدولي الرابع في اللقاء السابع 5-2 في مباراة ممتعة ما بين منتخب ألمانيا ومنتخب النمسا في ليلة التأهل، ليلة الترشح، ولأمامنا سعادة أندري شورلي 8 مليون انتقاله لصفوف فريق ليفركوزن من نادي ماينس. أمامنا شوف الإعادة توماس ميلر، وشوف كلوزي يلعب دور صانع ألعاب زي ما صنع هدف للاعب أوزيل الهدف الثاني لفريقه. أدي توماس ميلر أيضا عناصر المهمة. وادي امامنا كوكي الحارس العظيم مع الباكيم لام، وادي امامنا جوتس يعني لمسه لاعب فنان. ماريو جوتس سجل في البرازيل اول هدفه الدوليه وبيسجل هدف جميل جدا النهارده. الاداء الالماني 6 اهداف ممتعه، 6 اهداف سجله في مرمى الارجنتين 6-1، ويعني اقوى هجوم على فكره المنتخب الالماني في هذه التصفيات. ادي امامنا الكوره، شوف التحرك الالماني، لكن الدفاع يعني هنا الثغره كبيره جدا. وشوف الكوره وشوف اللمه وشوف المهاره ملعوبه حلوه جدا.